السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير يا رب وبصحة وسلامة وعافية. نكمل وياكم الجزء الأخير بإذن الله من محاضرة الحوامض الكربوكسيلية. وصلنا إلى reactions of carboxylic acids، تفاعلات الحوامض الكربوكسيلية. أول تفاعل هو reaction of carboxylic acid with water to form carboxylate ion، وأخذناه بالمحاضرة السابقة اللي هو تحت عنوان acidity of carboxylic acids، حامضية الحامض الكربوكسيلية. قلنا بأنه هذا التفاعل تجي جزيئة حامض كربوكسيلي وتتفاعل ويا المي تنطيني كربوكسيليت ايون اللي هو هاي الصيغة مالته، وايون الهيدرونيوم، هذا يسموه ايون الهيدرونيوم. هيدرونيوم ايون. زين، شنو ميكانيكية التفاعل؟ شلون تصير؟ اللي يصير بأنه هذا الهيدروجين ينتقل ويتحد مع جزيئة الماء. هذا الهيدروجين شحنته موجبة، طلع من الحامض الكربوكسيلي ترك وراء شحنة سالبة اللي هي هاي الشحنة السالبة. زين، طلع ترك وراء شنو؟ شحنة سالبة. طلع ترك وراء شنو؟ شحنة سالبة اللي هي هاي. زين، هو شحنته موجبة وراح على جزيئة الماء المتعادلة، أنطاها شحنة موجبة فحولها إلى أيون الهيدرونيوم، فحولها إلى أيون الهيدرونيوم، وهذا أخذناه في المحاضرة السابقة. التفاعل الثاني reaction of a carboxylic acid with a base. إحنا قلنا من تفاعل الحامض الكربوكسيلي ويا البيس شو ينطيني؟ ينطيني كربوكسيليت سالت ووتر. يعني كربوكسيليت سالت ووتر. زين، الميكانيكيه مال التفاعل هذا، مثلا هذا يتفاعل ويا شنو؟ ويا القواعد القويه. الميكانيكيه مال هذا التفاعل، هذا الاتش وهذا الميتال، الميتال اذا تذكرون الميتال اللي اخذناه بالفيديو السابق اللي هو الماده اللي ترتبط ويا الاو اتش بالقاعده، هذا الني يصير بيناتهم اكستشينج بالمواقع، يجي الـ NA بمكان الـ H والـ H بمكان الـ NA. الـ H راح يجي بمكان الـ NA وش ينطيني؟ ينطيني جزيئة ماء. أما الـ OH عفوا الـ NA يجي بمكان الـ H فراح يكون لي كربوكسيليت سالت. شلون نسميه؟ قلنا نجي نذكر أول شيء اسم الميتال، هذا اسمه صوديوم، وهذا شنو هو اسمه؟ اسمه كربوكسيليت. كربوكسيليت، فصار شنو اسمه؟ صوديوم كربوكسيليت. صوديوم كربوكسيليت. زين، صار اسمه صوديوم كربوكسيليت. وانتبه على شغلة وهي اتجاه التفاعل، دير بالك مرة يكون باتجاه واحد ومرة يكون باتجاهين بالتفاعلات مال الحوامض الكربوكسيلية. زين، التفاعل الثالث والأخير اللي هو راح يمهد لي للجزء الثاني بهذه المحاضرة اللي هو reaction of carboxylic acid with an alcohol to produce an ester and water. هنا أنا راح يجي يتفاعل عندي الحامض الكربوكسيلي ويا الكحول حتى شينطيني؟ ينطيني الأستر والماء. هذا الكربوكسيليك اسيد طبعا التفاعل شو يكون؟ يكون بوجود الحامض وبالتسخين. زين، بوجود الحامض وبالتسخين يجي الحامض الكربوكسيلي يتفاعل ويا الكحول وينطيني الاستر والماء. الميكانيكيه مال هاي التفاعل شنو؟ هذا الاتش يتبادل بالار. زين، يصير بيناتهم اكستشينج، يجي الار بمكان الاتش، هذا الار ار فتحه يجي بمكان الاتش والاتش يروح هناك. هذا الاتش من يجي هنا شي يكون لي جزيئه مي، انطاني هاي جزيئه المي. هذا الار من انتقل هنا انطاني الاستر، هذا هو الاستر، هذا هو الاستر
اللي هو هذه الصيغة مالته RC double bond OR. R الصيغة مالت الأستر شنو هي؟ RC double RC sorry double OR RC double OR. هاي شنو مرات الطلاب يسألون يقول لك شنو هاي الار فتحة شنو فرقها عن الار؟ لا تدوخ نفسك بها شنو الار وشنو الار فتحة. هذا اللي يقصد لك اياه هذا مجموعة الكيل الكيل جروب، هذا اللي يقصد لك بها انه هي هاي مجموعة الكيل، وهذه نفس الحالة هم مجموعة الكيل، هنا المجاميع الكيل. بس يقول لك بأنه هذا ترى مو نفس هذا، يعني لا تخبط بيناتهم، هذا مو نفس هذا، بمعنى أنه من تجي على المركب مو شرط يكون هذا هو نفس هذا. بمعنى هذا الآر مثلا الآر الأول، الآر الأول CH3، يقول لك ترى يابا ترى الآر فتحة، يقول لك الآر فتحة مو شرط يكون CH3، ممكن يكون هو CH3 عادي عادي، ممكن يكون هو CH3 بس مو شرط ال CH3، ممكن يكون غيره، ممكن يكون مثلا CH3CH2، مو شرط اللي يكون مثيل، ممكن يكون أثيل. فأنت لا تدوخ نفسك بيها شنو هو الآر والآر فتحة، احفظها مثل ما هي. المقصود بأنهن اثنيناتهن مجاميع الكيل، المقصود بأنهن اثنيناتهن شنو؟ مجاميع الكيل. زين، المقصود بأنهن اثنيناتهن مجاميع الكيل، يتشابهن يختلفن ما يأثر، ولا راح استفيد من هذا الشيء. فأنت احفظها مثل ما مكتوب بالصيغة RCOOR فتحة وفضها، يعني لا تدوخ نفسك فيها. زين زين، نجي على الكربوكسيليك أسيد ديريفيتيفز، يعني المشتقات من الحامض الكربوكسيلي. يعني المشتقات من الحامض الكربوكسيلية هن فقط الأسترز، فقط الأسترز. الأسترز الأسترات، يقول لي an ester is a derivative of a carboxylic acid in which there is a carbon group connected to a single bonded oxygen. العلامة المميزة للأستر، يقول لك الأستر هو مشتق من مشتقات الحامض الكربوكسيلية. يقول لك بي اكو مجموعة كربون ترتبط لي الى ذرة هيدروجين بأسرة واحدة. شوف شنو اللي يقصدها هاي، اللي هي الكربون جروب connected to a single bonded oxygen، اللي يقصدها بانه هذه هي مجموعة الكربون اللي ترتبط لي بذرة اكسجين هاي بأسرة مفردة، هاي الأسرة المفردة، هذه هي الأسرة المفردة اللي بيناتهم. زين، هذه هي الأسرة المفردة اللي بيناتهم، فيقصد لك بأنه أكو كربون جروب connected to the single bonded oxygen، هاي اللي يقصدها الكربون جروب، مرتبطة بأكسجين بذر بأسرة مفردة، هذا الكربون اللي مرتبط بالأكسجين بأسرة مفردة، هذه الصفة المميزة للأستر، هذه هي الصفة المميزة للأستر، بأنه أكو بي مجموعة كربون مرتبطة بأكسجين بأسرة مفردة، مرتبطة بأكسجين بأسرة مفردة، هذه مجموعة الأكسجين وهذه مجموعة الكربون اللي مرتبطة بأسرة مفردة، فهذه هي الصفة المميزة للأستر، بأنه بي كربون جروب connected to the single bonded oxygen، مرتبطة بأسرة مفردة مع الأكسجين. زين، نجي على nomenclature of esters، تسمية الأسترات. بالنسبة لتسمية الأسترات، هنا أنا أقسم الأستر أول ما أجي عليه أجي أقسمه إلى قسمين، هو مو مشتق من تفاعل الأستر مثل ما نعرف. مشتق من شنو الأستر؟ مشتق من تفاعل كاربوكسيليك أسيد زائد الكحول، هو مشتق من تفاعل كاربوكسيليك اسيد، يجي حامض كاربوكسيلي يتفاعل لي ويا الكحول بوجود الحامض وبالتسخين راح ينطيني الاستر. فاني اجيت بناء على هذا الشيء قسمت الاستر قسمين، قسم سميته الاسيد بارت هذا
اللي هو هذا لمن يرجع لي؟ يرجع للحامض الكربوكسيلي. زين، اللي يرجع للحامض الكربوكسيلي. ميزته هذا الاسيد بارت بانه يحتوي لي على السي دبل بوند او. من تشوف سي دبل بوند او بالاستر معناته هذا الجزء الحامضي الاسيد بارت، ومن تشوف ار او هذا الجزء الار او هذا يمثل لي الجزء الكحولي اللي هو مشتق من الكحول. هذا الجزء عائد الى الكحول، هذا الجزء شنو؟ عائد الى الكحول. عائد الى شنو؟ عائد الى الكحول. زين، عائد الى الكحول. فاذا اسيد بارت، اسيد بارت والكحول بارت. اسيد بارت يعود الى الحامض الكربوكسيلي، ميزته شنو؟ يحتوي لي على الكربونيل جروب اللي هي هاي الار ال سي دبل بوند او. الجزء الكحولي الكحول بارت هذا اللي هو الاو ار اللي يعود لي الى الكحول. زين، يعود لي الى الكحول. انا شو استفيد من هاي التقسيمات؟ انا راح اسميه بناء على هذا الشيء، بمعنى راح اسمي الاسيد بارت واحد واسمي الكحول بارت واحد، اسمي الكحول بارت واحد. زين، ايش قايل لي؟ قايل لي name the alkyl or aromatic portion contributed by the alcohol part first. يعني مو اني اجي اسمي قسمت، هسه قسمت المركب مالي الى الكحول بارت واسيد بارت. من اجي اسمي هاي التسميه هنا انا راح اكتبها، اجي اول شيء اذكر اسم الكحول بارت، هذا يجي اول شيء، اول شيء يجي نذكر اسم الكحول بارت. Name the alkyl or aromatic portion contributed to the alcohol part first. يعني سمي مجموعة الألكيل أو المجموعة الأروماتية أو الجزء الأروماتي contributed المساهم بوساطة الكحول part first. وش قايل لي؟ ركز، قال لي ألكيل، يعني تسميه مثل ما تسمي الألكيل، يعني تقول أثيل، تقول بروبيل، تقول بيوتيل وهكذا. حسب شنو؟ حسب عدد ذرات الكربون اللي موجودة بمجموعة الألكيل هنا أو الأروماتيك إذا كانت حلقية. زين، الأسيد بارت هذا لا، الأسيد بارت هذا يتسمى ثاني جزء، هذا يتسمى هنا ثاني جزء. زين، وشون أسمي؟ The acid part is named as a carboxylic acid، يتسمى مثل الحامض الكربوكسيلي. بس شنو؟ أشيل الأويك أسيد أو أحط بمكانها 8. يعني شلون ما كنت بال الكربوكسيليك سالتس الاملاح الحامض الكربوكسيليه اشيل الاويك اسيد واحطه بمكانها المقطع 8، هنا نفس الحاله، راح اشيل الاويك اسيد واحطه بمكانها المقطع 8، راح اشيل الاويك اسيد واحطه بمكانها المقطع 8. زين، نجي ناخذ امثله. اول شيء خلينا نجي ناخذ هذا المثال. اول شيء ايش قلت؟ قلت اجي اقسم الاستر. اول شيء شلون عرفته استر؟ قبل كل شيء شلون عرفته استر؟ تغير لازم تحدد لي شلون عرفته استر. من تشوف مجموعه كربونيل، مجموعه كربون عفوا، مرتبطه باكسجين باصره مفرده. لقيت كربون، مجموعة كربون مرتبطة بأكسجين بآصرة مفردة، إذن أعرف بأنه أنت مركبك اسمه أستر، مركبك اسمه أستر. زين، أجي هسه بما أنه عرفت أستر أريد أسمي. أول خطوة إيش أسوي؟ أحدد الأسيد بارت وأحدد الكحول بارت. مثل ما قلنا الأسيد بارت شنو ميزته؟ ميزته طبعا، بالمناسبة هن الأسيد بارت وال الكحول بارت يفصل بيناتهم هذا الاكسجين، هذا الاكسجين اللي 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 باصره مفرده، هذا هو يفصل لي الكحول بارت عن الاسيد بارت. فاجي وين ما القى اكسجين باصره مزدوجه اجي ادور على اليمنى وعلى اليسرى الكحول والاسيد بارت. زين، اجيت لقيت هذا الاكسجين حوضته، راح اجي اشوف اللي على اليسرى مالته. اجيت على هذا الجزء اللي على اليسرى، إيش لقيت بيه؟ لقيت بيه الكربونيل جروب. قلنا الكربونيل جروب ميزته ياه هو ميزة الأسيد بارت، الأسيد بارت. زين، إذن هذا لقيت الأسيد بارت.
إذن الجزء الثاني هذا شنو هو؟ هذا هو الكحول بارت. الكحول بارت زين. فإذا هذا صار الأسيد بارت وهذا الكحول بارت. أول شيء أنا أسمي منه هو؟ أسمي الكحول بارت. ينزل هو أول شيء بالتسمية، ينزل هو أول شيء بالتسمية. فش راح أقول؟ أسميك شنو؟ أسميك مجموعة الكيل أو أريل. الكيل تابعة للمركبات ذوات السلاسل المستمرة، والأريل تابعة للمركبات الحلقية اللي أقصدها يعني من أروماتيك. فأشوف إيش كم ذرة كربون عندي هنا؟ ذرة كربون واحدة. إذن هذه المجموعة شنو؟ مثيل. مثيل عفوا، مثيل. فش أجي أكتب مثيل. زين، جيت كتبت مثيل. زين، أجي على الأسيد بارت. الأسيد بارت إيش كم ذرة كربون بي بي؟ واحدة، اثنين. هذه واحد وهذه اثنين. إذن شنو؟ إذن ميثان إيثان. إذن إيثانويك أسيد. بس أنا إيش قلت؟ قلت أبدل المقطع أويك أسيد بالمقطع أيت. فش صار؟ صار إيثانويت. صار إيثانويت. فصار الاسم عندي مثيل إيثانويت. مثيل إيثانويت هذا اسم الأستر اكتمل عندي، صار اسمه مثيل إيثانويت. مثيل إيثانويت زين. نجي ناخذ مثال آخر. لو نجي على هذا مثلا، هذا أريد أسمي. أول شيء أريد أحدد شنو هو هذا؟ هل هو حامض كاربوكسيلي؟ هل هو أستر؟ هل هو إيثر؟ هل هو ألكان؟ هل هو ألديهايد؟ هل هو كيتون؟ حسب المجموعة الفعالة. أنا إجيت علي لقيت مجموعة كربون مرتبطة بأكسجين بآصرة مفردة. جيت لقيت مجموعة كربون مرتبطة بأكسجين بآصرة مفردة. إذن قال لي يابا ترى مركبك أستر. زين، مركبك شنو؟ مركبك أستر. زين، حددت المركب مالي أستر. اجيت تريد أسمي. من حددت أستر أول شيء أجي أحدد الأسيد بارت والألكحول بارت. قلنا هاي الأكسجين أم الآصرة المفردة هي اللي تفصل لي بين الأسيد بارت وبين الألكحول بارت. زين، بين الألكحول بارت. زين، اجيت على هذا لقيت بي شنو؟ لقيت بي كربونيل جروب، مجموعة الكربونيل. إذا قلت الكربونيل جروب ميزة شنو؟ ميزة الأسيد بارت. إذا هذا هو الأسيد بارت. إذا الجزء الثاني شنو؟ الكحول بارت. الكحول بارت. زين، مثل ما متفقين أول شيء نذكر بالتسمية الكحول بارت، وينكتب كشنو؟ كمجموعة الكيل أو مجموعة أريل. كمجموعة الكيل أو مجموعة أريل. زين، حسب عدد ذرات الكربون. كم ذرة كربون عندي هنا؟ عندي واحدة اثنين. إذن ميثان إيثان. إذن شنو؟ أثيل. أثيل. فأجي أكتب كلمة أثيل. قلت أنه أسميه مثل مجموعة الألكيل فصار أثيل. زين، أجي على الأسيد بارت. خلصت من الكحول بارت، أجي على الأسيد بارت. الأسيد بارت قلت شلون أسميه؟ أسميه حسب مجاميع، أسميه حسب تسمية الحامض الكربوكسيلية. أجي أحدد كم ذرة كربون عندي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. زين، هاي أربعة. زين، إذن ميثان إيثان بروبان بيوتان. بيوتانويك أسيد. بيوتانويك أسيد. بس بما أنه أني عندي أستر، إيش قلت؟ قلت أستبدل المقطع أويك أسيد بالمقطع أيت، فصار بيوتانويت. بيوتانويت صار المقطع شنو؟ بيوتانويت. فاكتمل عندي هسه الاسم. صار؟ صار أثيل بيوتانويت. صار الاسم مال هذا المركب، هذا الأستر شنو اسمه؟ أثيل بيوتانويت. أثيل بيوتانويت.
الله أكبر. صار أثيل بيوتانويت. بعدين نمسح. زين. صار أثيل بيوتانويت. زين. نجي ناخذ أمثلة على تسمية الأستر. قايل لي name the following compounds. منطيني ثلاث مركبات يريد الاسم مالهم. نجي على أول واحد. شلون أحدده؟ قايل لي name the following compounds. جاني سؤال بالامتحان. أنا السؤال من يجيني بالامتحان ما أعرف هذا أستر لو كاربوكسيليك أسيد، ما أعرف أتابع عليه محاضرة. يجيني هيك مركب اعتيادي، أنا أجي أحدده. هل هو حامض كاربوكسيلي؟ هل هو كحول؟ هل هو أستر إيثر؟ هل ألديهايد كيتون؟ إلى آخره. فإجيت دورت بالمركب. إحنا اتفقنا بأنه كل مركب أو كل مجموعة كل من المركبات العضوية، كل مجموعة من المركبات العضوية لها صفة تميزها تركيبيا عن البقية. الكحولات بها الـ OH، الكاربوكسيليك أسيد بها مجموعة الكاربوكسيل اللي هي C double C double bond O OH. الألديهايدات بها مجموعة الكربونيل اللي هي تكون طرفية متصلة ويا H. الكحول اسمه الكيتونات اللي تكون بها مجموعة الكربونيل CO وسطية وهكذا. ميزة الأستر، اجيت على مركبي لقيت بذرة كربون وسطية مرتبطة بمجموعة كربون بآصرة مفردة. إذن شنو مجموعة شنو مركبي؟ مركبي أستر. من اجيت على الاستر اول شيء اريد اسميه، حددت اساني مركبي شنو، اجيت اريد اسميه اول شيء احدد الاسيد بارت والالكحول بارت، وقلنا هن تفصلهن ذره الاكسجين هاي الوسطيه اللي ترتبط بعصر مفرده، ترتبط بعواصر مفرده. الجزء اللي يحتوي لي على الكربونيل جروب قلنا هذا شو اسميه؟ هذا اسميه الاسيد بارت. هذا هو الاسيد بارت. زين، هذا اسمي الاسيد بارت. والجزء اللي ما يحتوي لي على المجموعه الكربونيل، ما يحتوي على مجموعه كربونيل، هذا شو اسميه؟ اسميه الكحول بارت. الكحول بارت. زين، من نسمي شو اتفقنا؟ اتفقنا بانه اني اول شيء شو اسمي؟ الكحول بارت، الجزء الكحولي أسميه كمجموعة ألكيل أو مجموعة أريل. زين، هنا مجموعة الألكيل قلنا للسلاسل المستمرة ومجموعة الألكيل للحلقة زين، فأشوف أن هنا المركب مالي سلسلة مستمرة، وش كم ذرة كربون بوحدة وباثنين، هاي وحدة وهاي اثنين. إذن شنو؟ ميثان إيثان، وقلت أسميه كمجموعة ألكيل، فإذن أثيل. فأجي كتبت هنا بالبداية، اجيت هنا أنا بالبداية ايش كتبت؟ كتبت أثيل. زين، اجي على الأسيد بارت. الأسيد بارت هذه شنو هاي الحلقة؟ حلقة بنزين. زين، حلقة بنزين. البنزين ايش كنا نسميه من يرتبط كحامض كاربوكسيلي؟ كنا نسميه بنزويك أسيد. بنزويك أسيد، وانتبه لي هنا على بنزويك أسيد، من اجت لي بالجزء الكحولي شلون راح اسميها، ومن تجيني بالجزء الحامضي شلون راح اسميها. من تجيني بالجزء الكحولي، من تجيني بالجزء الحامضي اسميها بنزين، اخذها كانه هي بنزين. حلقة البنزين من تجيني بالجزء الكحولي بالجزء الحامضي اسميها بنزويت. هناك شنو نسميه؟ شنو نسميه؟ بنزويك أسيد. بنزويك أسيد من حلقة البنزين ترتبط لي ويا سي أو أو إتش. شنو تسميها؟ بنزويك أسيد. واتفقنا بأنه نشيل المقطع أويك أسيد ونبدله بالمقطع أيت. فش صار؟ صار أثيل بنزويت. أثيل بنزويت، هذا صار الاسم عندي. اسم المركب شنو؟ أثيل بنزويت. أثيل بنزويت. زين، هذا اكتمل عندي اسم المركب، فصار عندي الاسم أثيل بنزويت. زين، نجي على المثال
اللي بعده. زين، هنا أنا أريد أحدد مركبي شنو، أستر كحول حامض كربوكسيلي إلى آخره. إجيت إيش لقيت بي؟ لقيت بي ذرة أكسجين مرتبطة بذرة كربون، هذه ذرة كربون، مجموعة كربون هاي السي هنا، زين، مرتبطة بذرة كربون بشنو؟ بعصرة مفردة، هذه عصرة مفردة. إذن شنو مركبي؟ مركبي أستر. مركبي شنو؟ مركبي أستر. من إجيت أريد أسمي الأستر، أول شيء شو أسوي؟ هذه الكربون تفصل لي جزئين، أحدد آني الجزء الكحولي والجزء الحامضي. ودائما ذرة الأكسجين هاي اللي ترتبط بعصرة مفردة هي اللي تفصل لي بيناتهم. زين، إجيت على الجزء، أريد هسه أحدد الجزء الكحولي والجزء الحامضي. الجزء الحامضي اتفقنا شنو ميزته؟ ميزته بأنه يحتوي لي على مجموعة الكربونيل، هاي مجموعة الكربونيل شنو تلقاها بالجزء الكحولي، بالجزء الحامضي. فإذا هذا هو شنو؟ هذا هو الجزء الحامضي اللي هو يسموه الأسيد بارت. زين، إجيت إذا الجزء اللي الآخر هو شنو؟ هو الجزء الكحولي، الجزء الكحولي اللي يسموه الكحول بارت. الكحول بارت، زين، الجزء الكحولي. متفقين بأنه أول شيء أسمي؟ أسمي الجزء الكحولي، أسمي الجزء الكحولي. إجيت على الجزء الكحولي أريد أسمي شنو هو الجزء الكحولي؟ لقيت فيه حلقة بنزين. زين، قلنا نسمي مجموعة الكحول أو الجزء الكحولي كشنو؟ كالكيل، الكيل أو أريل. الكيل للسلاسل المستمرة وأريل للسلاسل الحلقية. هنا أنا أشوف عندي شنو؟ حلقة، هذه حلقة بنزين. اتفقنا بأنه البنزين من يجي كأريل أسميه فانيل. شو أسميه؟ فانيل. فهنا أنا ما راح أسميه بنزويت أو بنزويك، راح أسميه فانيل، راح أسميه فانيل. زين، سميه فانيل. خلصت من الجزء الكحولي، خلصت من شنو؟ من الجزء الكحولي، عفوا اخلط، خلصت من الجزء الكحولي. الجزء يطلع خطأ بالتسمية، مو بالتسمية، يعني الاي مكان الواي او الواي مكان الاي، ماكو اشكال. المهم يعني الفكرة، سميت هسه الجزء الكحولي اللي هو فانيل. اجيت على الجزء الحامضي اريد اسميه، لقيت كم ذرة كربون بي؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذن ميثان إيثان بيوتان، ميثان إيثان بروبان بيوتان. إذن بيوتان أويك أسيد، بس اتفقنا بأنه أبدل الأويك أسيد بالمقطع أيت، فش صار؟ فصار بيوتانويت. زين، بيوتانويت، فصار الاسم عندي فانيل بيوتانويت، فانيل بيوتانويت. هنا أنا بس في حال انه ما افتهمت هاي شغلة التفريق بين الفانيل والبنزويت، احفظ هذه الملاحظة اللي راح اكتب لك اياها هسه، احفظ لي هذه الملاحظة. انت مو اجيت حتى تريد تسمي الاستر، اول شيء قسمته الى اسيد بارت والكحول بارت، ولقيت عندك حلقة بنزين. من تلقى حلقة البنزين، من تلقى حلقة البنزين، من تلقى حلقة البنزين موجودة بالأسيد بارت، ومن تلقاها موجودة بالألكحول بارت، من تلقاها بالأسيد بارت شنو اسمها؟ يصير اسمها بنزويت. من تلقى اسمها بالكحول بارت يصير اسمها فانيل، يصير اسمها شنو؟ فانيل.
احفظ هذه الملاحظة في حال إذا ما افتهمت ذاك الكلام اللي فوق. إذا حلقة البنزين، حلقة البنزين أكيد كلكم تعرفوها، اللي هي هذه، هذه حلقة سداسية بها 6 ذرات كربون و 6 ذرات هيدروجين. حلقة البنزين أنت عندك بالأستر تبي تسميها، ولقيت حلقة بنزين عندك بالأستر، أول شيء ورا ما حددت الأستر وحددت الجزء الكحولي والجزء الحامضي، الأسيد بارت والألكوحول بارت، إذا لقيت البنزين بالأسيد بارت فيصير اسمها بنزويت، إذا لقيت البنزين بالألكوحول بارت يصير اسمها فنيل. احفظها بهذا الشكل إذا في حال ما افتهمت على الكلام اللي فوق، إنه شلون تميز الفنيل هنا راح تسميها الكيلو، يعني حتى ما تفوت بهاي الدوامات. احفظها بهذا الشكل، حددت الأسيد بارت وحددت الكحول بارت والأستر، اجيت على حلقة البنزين لقيتها بالأسيد بارت سميها بنزويت، اجيت بالبنزين لقيتها بالألكوحول بارت سميها فنيل، خلاص انتهى. زين، زين نجي على هذا المركب ونريد نسميه. أول شيء شنو؟ أجي أحدد مركبي شنو؟ لقيت بأنه بمركبي أكو ذرة أكسجين مرتبطة بمجموعة كربون بآسرة مفردة، إذا هذا مركبي شنو؟ مركبي أستر. زين، شنو مركبي؟ مركبي أستر. زين، من أجيت على مركبي لقيته مركب أستر، أول شيء من أريد أسمي إيش أحدد؟ أحدد الأسيد بارت والكحول بارت، أحدد الأسيد بارت والكحول بارت. مثل ما اتفقنا بأنه أن الأسيد بارت والكحول بارت تفصلهن ذرة الأكسجين المرتبطة بأواصر مفردة، المرتبطة بأواصر مفردة. زين، إجيت لقيت مجموعة كربونيل، قلنا مجموعة الكربونيل هاي الصفة المميزة ليا بارت مميزة للأسيد بارت، إذا هذا هو هذا. هذا هو الأسيد بارت اللي صاير على يسار ذرة الأكسجين المتصلة بأواصر مفردة، هذا هو صار الأسيد بارت، والجزء الآخر هذا هو الكحول بارت. الكحول بارت، زين، الكحول بارت. زين، مثل ما اتفقنا أول شيء إيش أجي أسمي؟ أسمي الكحول بارت، أسمي الكحول بارت. الكحول بارت هنا شنو هو؟ عبارة عن مجموعة مثيل، أسميه قلنا كمجموعة ألكيل أو مجموعة أريل، مجموعة ألكيل للحلقة، مجموعة ألكيل للسلسلة المستمرة، ومجموعة أريل للمركبات الحلقية. فهنا شنو لقيته؟ بأنه هو سلسلة مستمرة وبذرة كربون وحدة، إذا شنو هذا؟ مثيل، مثيل. فأجي أكتب كلمة مثيل، كتبت مثيل. زين، هسه هاي خلصت من الكحول بارت، اجيت على الاسيد بارت. من اجيت على الاسيد بارت ايش لقيت بيه؟ لقيت حلقه بنزين، لقيت حلقه بنزين بالاسيد بارت. من لقيت حلقه بنزين بالاسيد بارت، اذا هذا شنو هو؟ مثل ما اتفقنا انه هو بنزويت، نسميه بنزويت، بس اشوف بانه اني عندي تفرع، هذا تفرع، هذا تفرع مثيل. زين، اذا لازم اذكره بالتسميه، هذا خما معروفه لازم اذكره بالتسميه. زين، مثل ما اتفقنا لازم اربطهم. من نرجع للتسميه ايش قلنا؟ قلنا الكربون المتصل بالكربون، هذا هذا كربون، هذا الكربون مال الكربونيل، هذا الكربون اللي متصل به هذا هو هذا ياخذ رقم واحد. زين، امشي بهذا الاتجاه بالترقيم لو بهذا الاتجاه؟ لا، اكيد راح امشي بالاتجاه الفوق، ليش؟ حتى ينطيني اقل ارقام للتفرع، حتى ينطيني اقل ارقام للتفرع. فهذا صار واحد، هذا صار اثنين، وهذا صار ثلاثة. زين، فصار عندي هذا ثلاثة، فش صار عندي؟ صار عندي بالكربون رقم ثلاثة تفرع اسمه مثيل. فش راح اقول؟ راح انزل هنا وش اكتب؟ اكتب حط شارحة وأكتب رقم التفرع ثلاثة، وش أكتب؟ مثيل، اسم التفرع اللي هو مثيل. زين، وقلنا بقاش عندي، ما بقى عندي تفرع، بقت بس عندي حلقة بنزين موجودة بالأسيد بارت، حلقة بنزين موجودة بالأسيد بارت. إذا هذا شو اسمها؟ مثل ما اتفقنا تحفظ على أنه هي بنزويت، بنزويت. صار عندي الاسم مثيل ثلاثة مثيل بنزويت، مثيل ثلاثة مثيل بنزويت، هذا صار عندي اسم الأستر.
إن شاء الله يكون واضح. زين، صار عندي اسم الأستر، يعني هو ما بي ذاك ديش الفكرة القوية، بس مجرد إنه هو مخلي لك تفرع هنا. أنا أنت التفرعات تسميها بمكاناتها، يعني ما يعني مو مثلا التفرع إذا موجود بالأسيد بارت تروح تذكر لي بداية التسمية ويا الكحول بارت، لا هنا أنا غلط. كل تفرع تذكره ويا الجزء ماله، التفرع اللي موجود بالجزء الكحولي تذكره بالجزء الكحولي، والتفرع اللي موجود بالجزء الحامضي تذكره بالجزء الحامضي. زين، هنا أنا كان عندي شنو؟ تفرع مثيل، تفرع مثيل بالجزء الحامضي، بالجزء الحامضي نعم ذكرته ويا من؟ ويا الجزء الحامضي، ويا الجزء الحامضي. يعني سميت الجزء الكحولي كله بالبداية اللي هو هذا مجموعة المثيل، كتبتها مثيل، وبعدها رقمت، قلنا هذا ياخذ رقم واحد الكربون المتصل بكربون كربوني، ياخذ رقم واحد اثنين ثلاثة، وثلاثة هاي تمثل لي شنو؟ رقم مجموعة المثيل، فصارت مثيل ثلاثة مثيل. وش بقت عندي؟ بقت عندي مجموعة حلقة بنزين موجودة بشنو؟ موجودة بالأسيد بارت، موجودة بالأسيد بارت، فصارت عندي قلنا مجموعة البنزين من تكون موجودة بالأسيد بارت شو أسميها؟ أسميها بنزويت، بنزويت. فصار عندي الاسم مثيل ثلاثة مثيل بنزويت، مثيل ثلاثة مثيل بنزويت. إن شاء الله يكون هذا المثال واضح. زين، نجي على synthesis of esters، تكوين الأسترات، تكوين الأسترات. تكوين الأسترات يقول the simplest way to synthesize an ester is to heat a carboxylic acid with an alcohol or phenol، ويا الكحول أو الفينول، plus an acid catalyst. يعني يقول إنه أبسط طريقة لتكوين أو تحضير الأسترات هو تسخين الحامض الكربوكسيلي مع الكحول أو الفينول، بالإضافة إلى محفز حامضي acid catalyst، محفز حامضي. فلذلك شنو هو؟ أنا جبت بهذا هو قايل لي كاربوكسيليك أسيد، هذا كاربوكسيليك أسيد، وقايل لي كاربوكسيليك أسيد، كاربوكسيليك أسيد، زين كاربوكسيليك أسيد هذا كاربوكسيليك، وقايل لي كحول أو فينول هذا كحول أو فينول، وقايل لي بلس أن أسيد كاتاليست هذا أسيد كاتاليست، وقال لي هنا هيت، هيت يعني حرارة اللي هي مثل هذا المثلث، حتى شيء يكون، حتى يكون لي شنو؟ الأستر اللي هو هذا. زين، اجي على ميكانيكية التفاعل، يقول لي the oxygen of the alcohol، هذا هذا الاكسجين والكحول هذا، adds to the carboxyl group، يروح على الكاربوكسيل جروب، يروح على الكاربوكسيل جروب. طبعا انا اعتذر بالمحاضرة اللي فاتت، او عفوا مو بالمحاضرة اللي فاتت، بداية هذه المحاضرة خطأت في تفسير ميكانيكية تكوين الأستر في تفاعلات الحامض الكربوكسيلية، خطأت في تفسير، خطأت في تفسيرها، هذا حاليا هو التفسير الصحيح، يعني أعتذر عن هذا الالتباس إذا صار عندكم. هنا الميكانيكية شنو؟ هناك أنا قلت من خطأت، قلت بأنه هذا الأتش راح يستبدل بهذا الآر، هذا خطأ صراحة. الميكانيكية الصحيحة بأنه هذا الأو، هذه المجموعة كلها تنشال وتنحط هنا، هذا الأكسجين، the oxygen of الكحول، هذا الأكسجين مال الكحول، adds to the carboxyl group، ينضاف إلى مجموعة الكربوكسيل، splitting out طارحا أو فاصلا molecule of water in the process، ومنطيني جزيئة مي بالعملية. يسموها هذا شيء يسموه هذا التفاعل، يسموه an esterification reaction، an esterification reaction، تفاعل الأسترة، تفاعل الأسترة. فمن راح تجي على المعادلة شلون تفسرها، شلون تفسر هذه الميكانيكية مال هذا التفاعل، تفسر الميكانيكية مال هذا التفاعل لأنه أنت هذا هذه مجموعة هذه مجموعة الار او، هذا الـ R والـ O راح تروح تتحد لي ويا هذا الكربون مال الكربوكسيل، تروح تنضاف عليه، تنضاف عليه، زين تروح على هذا،
وهاي الاو والاتش، هاي الاو والاتش، هاي الانصره كلها تروح تطلع لي وتتحد لي ويا هذا الهيدروجين، تطلع لي وتتحد لي ويا من ويا هذا الهيدروجين. زين، فهذا الاو ار انشال ونحط هنا، فصار عندي ار سي او، هاي ظلت هنا نزلت ونزل وياها الاو ار فانطاني استر، وهذا الاو اتش انتقل لهذا الاتش وكون لهذا الاتش 2 او الووتر. زين، فهذه هي الميكانيكيه، بانه هذه الاو ار تنتقل الى مجموعه الكربوكسيل، تنتقل الى مجموعه الكربوكسيل، وهذا الاو اتش، هذا الاو اتش هنا يتحد لي ويا هذا الاتش ويكون لي جزيئه مي. هذا الاو والار من يروح لي على الكربوكسيل ينطيني استر، وهذا الاو والاتش من يروح لي على هذا الاتش يكون لي جزيئه مي، يكون لي جزيئه ماء. زين، ان شاء الله يكون ميكانيكيه التفاعل هذه واضحه، يعني ما اشوف انه بها شيء، مجرد راح تفهم بانه ال OR هذا يروح يتحد ويا الكربون، ويا الكربون الكربونيل، وهذا الـ OH ياخذ هذا، هذا من راح على الكربوكسيل الكربون مال الكربوكسيل جروب انطاني الاستر، وهذا الـ H الـ OH من اجت ويا الـ H انطتني الـ H2O، خلاص يعني هذه الميكانيكية. زين، هذه هي الميكانيكية. هذا شو يسموه هذا التفاعل؟ يسموه an esterification reaction، تفاعل الاسترة، تفاعل الاسترة. نجي على reactions of esters. انا عندي الرياكشن مال الاستر هن تفاعلات الاسترات هن اثنين، الاستر هيدروليسيس والسوبونيفيكيشن. السوبونيفيكيشن الاستر هيدروليسيس يعني التحلل المائي للاستر، يعني يجي الاستر ويتفاعل ويا الماء. الاستر هيدروليسيس التحلل المائي للاستر، يعني يجي الاستر ويتفاعل ويا الماء. يقول esters may be broken apart under acidic conditions by water a hydrolysis reaction to form a carboxylic acid and an alcohol، حتى يكون لي الحامض الكربوكسيلي والكحول. زين، هذا الاستر، هاي الاستر هذا هو يقول لي can be broken may be broken apart، يمكن ان يقسم الى اجزاء under acidic conditions. acidic conditions يعني H موجب، عندك H موجب اللي هو هذا، يعني في وسط حامضي. by water الووتر هذا a hydrolysis reaction، هذا شي يسموه hydrolysis reaction، تفاعل التحلل المائي. to form حتى شي يكون لي carboxylic acid اللي هو هذا، صار السهم المقلوب، carboxylic acid اللي هو هذا والكحول اللي هو هذا. زين، الكحول اللي هو هذا. الميكانيكية مال التفاعل، الميكانيكية مال التفاعل شلون راح تكون؟ هذا ال H2O مو هو عبارة عن HOH؟ زين، عبارة عن HOH. هذا ال OR راح يجي يستبدل بال H، هذا يصير بيناتهن تبادل. زين، يصير بيناتهن عفوا ال هذا ال H. زين، هذا ال R راح يجي يستبدل بهذا ال H، هذا ال R أو عفوا جاء أشخبط هواية، أعتذر. ال H2O هذه مو عبارة عن HOH، هذا ال OR، هذا ال OR الميكانيكية، هذا ال OR راح يجي يستبدل بهذا ال OH، هذا ال OR راح يجي يستبدل بهذا ال OH. زين، يجي هذا ال OH يقعد بمكانه، فيصير RCOOH اللي هو هذا الكربوكسيليك أسيد، وهذا ال OR يرجع لي ويا هذا ال H ويكون لي الكحول، ويكون لي الكحول. زين، مجرد انه الميكانيكية مال التفاعل، أعيدها شوية إذا صار شوية بها إرباك. الميكانيكية مال التفاعل بأنه أنا قلت شنو هو الأستر هيدروليسيس، الأستر هيدروليسيس يعني التحلل المائي للأسترات. يقول لي الأسترات، الأسترز may be اللي هي هاي، هاي الأستر may be broken apart، ممكن أن يتكسر أو يتحلل under acidic conditions، يعني تحت الظروف الحامضية. من تفهم ظروف حامضية يعني عندك H موجب اللي هو هذا العامل المساعد بالتفاعل، باي ووتر بوساطة الماء اللي هو هذا. زين،
اللي هو يسموه هايدروليسيس رياكشن، تفاعل التحلل المائي، تو فورم حتى يكون لي الكاربوكسيليك اسيد اللي هو هذا، والكحول اللي هو هذا، زين اللي هو هذا. زين اجي على ميكانيكيه التفاعل. الميكانيكيه مال التفاعل شنو؟ هذا الاستر، هذا الاستر وهذا المي، H2O هو عباره عن HOH. الميكانيكيه مال التفاعل سهله جدا، هذا OR وهذا OH، يجي يستبدل واحد بالاخر، خلاص تجي تستبدل واحد بالاخر، فيصير عندك RC دبل بوند O OH. من جهتي هاي OH هنا صار عندك RC دبل بوند O OH، وهذا OR من جه هنا رجع لي ويا H فصار لي ROH، هذا الكربوكسيليك اسيد وهذا الكحول، بوجود طبعا شنو ظروف حامضيه، acidic conditions تحت الظروف الحامضيه، زين تحت الظروف الحامضيه. هذا شيء يسموه يقول this is essentially، هذا this is essentially the reverse reaction of the synthesis of the synthesis of esters from carboxylic acids and alcohols. يقول هذا اساسا هو التفاعل العكسي مال تكوين الاسترات، لتكوين الاسترات من الحامض الكربوكسيليه والكحولات، حامض الكربوكسيليه والكحولات، زين حامض الكربوكسيليه والكحولات. هنا انا شو تفاعل عندي؟ تفاعل عندي استر ويا مي حتى يعطيني كربوكسيليك اسيد والكحول. لو اصعد لي فوق على تفاعل تكوين الاسترات صار العكس، تفاعل عندي كربوكسيليك اسيد ويا كحول حتى يعطيني استر ومي، كربوكسيليك اسيد تفاعل ويا كحول حتى ينطيني استر ومي. قلبت التفاعل اللي هو هذا كنا شو نسميه؟ كنا نسميه تفاعل الاسترات، ان استريفيكيشن ريكشن اللي هو سينثيسيس اوف استرز، اقلبه يصير الهايدروليسيس اوف استر او الاستر هايدروليسيس، يعني يجيك الاستر يتفاعل ويا المي حتى ينطيني كحول وكربوكسيليك اسيد. اذا هذني التفاعلات تفاعلين، هذني هن عباره عن تفاعلين متعاكسه، تفاعلين متعاكسه، حامض كربوكسيلي ويا الكحول هذا اللي هو synthesis of ester اللي يسموه esterification reaction حتى يعطيني أستر ومي، فاعل الأستر ويا المي، فاعل الأستر ويا المي يعطيك الهيدروليسيس of ester أو الأستر هيدروليسيس اللي هو التفاعل العكسي مال synthesis of ester. زين التفاعل الثاني للأسترات اللي هو saponification، تفاعل الصوبنة اللي هو هذا من كل اسمه saponification to produce salts، لإنتاج الصوابين. هذا شنو يقول لي؟ esters may be broken apart under basic conditions. شوف هنا الاسترز، هذا هو الاسترز، may be broken apart، may be broken apart under acidic under basic conditions. basic conditions يعني شنو؟ يعني بوجود قاعدة. شنو هي هاي القاعدة؟ هذه هي القاعدة، صوديوم هيدروكسيد، هيدروكسيد الصوديوم اللي هي هاي، زين اللي هي هاي، زين or potassium hydroxide ال KOH. يعني ممكن استخدم ال NaOH او ال NaOH او ممكن استخدم ال KOH حسب، to form carboxylate salts and alcohol، carboxylate salts اللي هي هاي and alcohols اللي هي هاي. زين ميكانيكية التفاعل شلون راح تكون؟ ميكانيكية التفاعل بأنه اني عندي الأستر، هذا هو الأستر، عفوا هذا هو الأستر، وهذه هي القاعدة اللي هي بالبيزيك كونديشنز. راح يجي هذا الآر، زين يتبادل لي ويا هذا الأناي بهالشكل، راح يجي الأناي بمكان الآر والR يجي بمكان الـ NA، فراح ينطيني RC دبل بوند O، RC دبل بوند O سالب سالب والـ NA موجب، وهذا يسموه الكربوكسيليت سالت، الحامض الملح الحامض الكربوكسيلي، وهذا الـ R راح يجي ويا الـ OH فشي يكون لي الكحول، فشي يكون لي كحول. زين This reaction is important in the production of soaps. هذا التفاعل هو مهم جدا في إنتاج الصوابين، هذا التفاعل هو مهم جدا في إنتاج الصوابين. لهنا
تنتهي محاضرتنا في شرح الحوامض الكربوكسيلية، محاضرة الحوامض الكربوكسيلية. إن شاء الله يا رب تكونوا استفاديتوا وافتهمتوا. صراحة المحاضرة شرحتها على 4 بارتات، كل بارت تقريبا حوالي 50 دقيقة بهالحدود. أي سؤال، أي استفسار عن أي نقطة بالمحاضرة، تركت لكم المعرف الخاص مالي مال التليجرام ويا الوصف مال كل مقطع من مقاطع المحاضرة. تقدرون تراسلوني علي وأني حاضر لإجابة أي سؤال بخصوص أي معلومة. وإن أخطأت في شرح المحاضرة في بعض النقاط، يعني نستميحكم عذر. إن شاء الله نكون حاولنا نتلافى الأخطاء بقدر الإمكان، ولكن هو الكمال لله سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله نكون وصلنا المعلومة بالشكل الصحيح وتلافينا الأخطاء على قدر الإمكان. وأشكركم جدا على حسن الاستماع. في أمان الله.